سابا المدير الفني الاسبوع في فيلم المرأة مشرفتنا هلا، ويا ريت نقدر نحكي انك ضيفة. يعني انت مش ضيفة اكيد، من اهل البيت غادة، بدنا نحكي عن اسبوع المرأة. انا ودانا دائما شو اسمه على اتصال في البدايات، هيك دائما في بدايات الفقرات بنكون دائما انا بطلع عليها وهي عم تطلع علي. فاهلا وسهلا فيك غادة انوي، وبتشرفينا وصباح الخير. صباح الورد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا غادة. إذن رح نتحدث عن أسبوع فيلم المرأة اللي بدأ من 8 ل 12/3 بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة، يقام للمرة الرابعة. عرض مجموعة كتير مهمة من الأفلام العالمية أيضا العربية، والأهم أنهم كلهم بصبوا بهدف واحد، تسليط الضوء على قضايا المرأة بكل أنواعها من تعنيف وأيضا من تمكين. فرح نعرف تفاصيل جدا مهمة مع غادة، من رحب فيك مرة تانية. خبرينا عن أهمية هيك أسبوع غادة، وخصوصا أنه أنت دائما خلينا نحكي ماخذ قضايا المرأة العربية هيك على عاتقك الشخصي. الله يخليكي دانا، أول شيء لازم أقول لك مبروك حبيبتي زي القمر، لبق لك الحمل إن شاء الله تقومي بالسلامة. بداية بما أنه عم نحتفل بيوم المرأة العالمي، فهدول مربى هذا كان جشر صغير من سابا هاملت، أو من كفر سابا اللي هي مؤسستي اللي تعنى بحقوق المرأة. فكل عام وانت بخير، وانت بألف خير، كل سنة وانت سالمة وألف مبروك. يعني سنة من الإنجازات برضو. الحمد لله. يسلم ايديك يا غادة. Thank you very much. طبعا أسبوع فيلم المرأة هو زي ما حضرتك تفضلتي السنة الرابعة عم بيقام. هذه السنة كان في عنا تسليط على المشاكل اللي بتواجه المرأة والعقبات والتحديات اللي بتواجهها بمختلف أو ببعض البلدان حول العالم، وكيف تقدر تتخطاها، وخاصة يعني قصص حقيقية وواقعية للمرأة. فإحنا كانوا من الأفلام اللي ربما سلطت الضوء على المرأة بغواتيمالا على سبيل المثال، كانت عن قصة سياسية كانت مصرة أنها تصل إلى مراكز عليا بالgovernment أو بالحكومة، رغم أنه كان هذا من أبعد المستحيلات للمرأة بغواتيمالا، ولكن حققته. كمان في عنا على المستوى الآخر كان فيلم الاختتام كان كوكو بيفور شانيل، وكان عم بيحكي كيف هالمرأة اللي هي كوكو شانيل غيرت وجه الفاشن وغيرت وجه الموضة العالمية، ولليوم بنعرف انه تعتبر انه هي مش بس غيرت وجه الموضة، ولكن ايضا اثرت باقتصاد دولة ككل. فكان زي ما قلنا كان في تحديات وعقبات، اكيد ما كانت الطريق مفروشه بالورود، ولكن بعتقد انه اي شخص حابب انه يغير لمجتمعه للافضل، وخاصه بوقت عم بكون صعب انه يثبت نفسه، لانه هناك تيارات عم بتتداخل مع بعض سواء كانت ضد المراه او ضد التغيير لاسباب كانت سياسيه او اقتصاديه، فاكيد ما رح تكون طريق سلسه. فعشان هيك كان في عنا كثير فوكس او تركيز على الأفلام الوثائقية، لأنه أنا دائما بعتقد أن الأفلام الوثائقية فيها مصداقية أكبر للمشاهد بنقل الحدث. صح. كما هو صح. نعم غادة، حضرتك إعلامية أصلا، وكنت عم تشتغلك أيضا تقارير في رؤية، تزوري فيها مناطق، وكنت تركزي فعلا على المرأة ودور المرأة في المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة، والآن في الأفلام كيف بتشوفي الرسالة اللي تخرج من أي فيلم في تغيير الواقع فعلا، أو التأثير على المجتمع المحلي، التأثير على الرأي العام، وحتى ممكن التأثير على الدولة والقوانين في قضية معينة بتخص المرأة؟ نعم، هلا أكيد الأعمال الدرامية والفنية وخاصة الأفلام بشكل خاص والمسرح، يعني احنا بنعرف انه المسرح كمان كان له دور كتير كبير بالثورة الفرنسية مثلا، ولكن احنا كمان ما ننسى انه وقبل فترة كتبتها على الفيسبوك لما كان في هجوم على بعض الفنانات الزميلات في مصر، لانهم ايضا هم كانوا يعني معاي بفترة من الزمن، انه كان في هجوم على السينما الجديده. فحدا كتب انه يا جماعه من امتى احنا عم نحكي على الفن وعلى الفنانات بهذه الطريقه، بحين
فاتن حمامة في يوم من الأيام هي اللي عملت قانون الخلع لأنه عملت فيلم اسمه أريد حلا ومن خلال أريد حلا صار في كل هال يعني رجعوا نبشوا مشكلة الطلاق والزواج وكيف الزوج بعد فترة حتى بعد ما تكون هي مقدمة أنه بدها تتطلق بقدر أنه يستردها وكل هذه التفاصيل. فطبعا هناك دور كتير كبير للدراما للمسلسلات وللأفلام وللوثائقيات أيضا بتغيير واقع ربع أحيانا يكون أليم باتجاهات معينة سواء للمرأة أو للطفل أو للإنسان بشكل عام. يعني اللي بيشغل مع حقوق المرأة أو الطفل هو بيشغل مع حقوق إنسان. يعني بدش أكون أنا مع حقوق الإنسان المرأة وناس مثلا رجل أو هيك. فيعني لازم دائما عشان هيك دائما الرسالة اللي بيحملها أي عمل درامي أو أي عمل وثائقي يجب أن يكون في تحمل مسؤولية كتير كبيرة. المعلومة التوثيق التاريخ يعني هذه كلها أمور يجب أن أخذها بعين الاعتبار لأنه زي ما أنا عم بقرأ كتاب عم بطلع منه معلومات تذكرني بوضع معين أو شيء معين أنا أيضا عم بحضر فيلم يجب أن يكون بهذه المصداقية. يعني اللي بيتابع الأفلام اللي شاركت بهالأسبوع غادة بيقدر مثلا يحط حاله محل المشاهد ويشوف كيف بفيلم واحد العين السينمائية والمعالجة السينمائية بتجمع تناقضات. يعني إحنا بمجتمعات عم نحكي عن امرأة بتوصل تكون رئيسة وزراء وتكون رئيسة حكومة، مجتمعات أخرى المرأة ممنوعة من الخروج من المنزل، فقديش برضو هذا التناقض بي العين السينمائية له خصوصية خاصة لنثبت أنه بالفعل السينما هي رسالة والسينما هي بتعالج. هلأ حلو كتير أنه بتعرفي المثل بقولك بس تشوفي هم غيرك بهون عليك همك. يعني كمان هو أسبوع فيلم المرأة الخصوصية اللي فيه أنك أنت بتشوفي أنه كلنا نساء ورجالا أيضا نشترك بنفس الهم ربما بطريقة مختلفة أو بدرجة مختلفة. يعني من الأفلام ربما دانا اللي كنا عم نحكي تحت الهوى كانت قريبة على قلبي خلال الأسبوع فيلم المرأة هو خلف الأبواب المغلقة، فيلم مغربي كان عم بيحكي عن التحرش في أماكن العمل وكان عم بيحكي عن موقف للزوج رائع جدا لأنه ما قدموا هالملاك الفظيع اللي قالت له مرته والله مديري بتحرش فيه قال له معلش حبيبتي لا دخل بنفس التدرج تبع أي شخص بغار على بيته بغار على مرته بغار على أخته بغار على إنسانيته ووجوده وبالمقابل هو اشتغل على نفسيته ولكن اشتغل على نفسيته بالشكل الحقيقي مش اشتغل على نفسيته بالشكل الهمجي بالشكل المتخلف. بالأول صار يقولها ما تروحي، بعدين صار يقولها لا ليش انت حقك انك تروحي، بعدين صار يقولها انه خلينا نروح المحامي وناخد رأيه، بعدين عمل حركة كتير كانت لذيذة. يعني حتى بكتابة السيناريو كانت التويست كتير حلو بكتابة السيناريو انه راح هو كمدير حاول يتحرش بسكرتيرته وقالها لو أنا جيت قلت لك 1 2 3 شو بدي أعمل شو بدك تعملي، بتقول له بصرخ فيك. فبقولها بتحكي لزوجك، بتقول له طبعا بحكي لجوزي بس قبل ما أحكي لجوزي بروح بحكي إحنا عنا وحدة حماية حقوق مرأة. ففتحت مداركه إنه في هناك وحدة حماية حقوق مرأة بالمغرب وفي محاميين مختصين بهذه القضايا. فراح مسك مرته وراح على لأنه صار يصيبها نيرفز بريك داون، صارت تنام وتصير تصرخ لأنه خايفة هالمدير في يوم من الأيام يعمل لها شيء من كتر مكان. طبعا تعرف هدول الناس أصلا بيكونوا يعني عندهم مشاكل اصلا انه يكون يعني يتحرش بهالطريقه. وبالاخر عملوا اتفاقيه الرجل وزوجته والمحاميه والزوجه اللي زوجها عم يتحرش اوكي لانه كان لازم يثبتوا الحادث لانه صار بالاخر بده يطردها من شغلها وهي كفؤ بشغلها ولكن هو عم بحاول يتحجج لانه رفضته كرجل. وقدروا انه يعملوا تمثيليه معه لحتى يستدرجوه فيصير عليه وقع الحدث يعني يعني يمسكوه بالجرم المشهود. فأنا بعتقد هذا الفيلم كان مهم لكثير من السيدات بالمغرب وخارج المغرب وللرجال كمان أنه يعرفوا أنه الغلط مش دائما على الست والغلط ومش دائما لازم نخاف وما نحكي ومش لازم دائما نحط راسنا بالرمل ونقول استر لا نستر على حالنا معناته نستر على حالنا بالشكل الحقيقي صح. نثبت انفسنا ونثبت انه احنا اللي على صح واللي الغلط هو اللي على غلط صح. نعم طب غادر بدنا نحكي شوي لو سمحتي عن قصد
اصداء المهرجان ما بعد المهرجان، رده الفعل اللي اخذته اللي اخذه المهرجان، الفيدباك سواء على السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي او 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 اوفلاين يعني على نعم. الوضع الطبيعي، كيف تحكي لنا او كيف شفتي الاصداء والفيدباك؟ هلا الحمد لله انه نشكر الله يعني الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بالاردن عندهم الوعي الكافي لاهميه هذه الامور ولاهميه كمان توصيل الرسائل اللي موجوده في هذه الافلام، فكان في هناك تواصل مع كل الزملاء والنشطاء وكان في ردود فعل مهمة جدا. كمان أيضا الصحافة الحمد لله يعني ما أثرت، وأنا هون لازم أحكي إنه إحنا طبعا تشرفنا ودائما نتشرف إنه الأسبوع كان تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، وطبعا إحنا بنعرف إنه هذا الأسبوع منظم من الأمم المتحدة لشؤون المرأة UN Women وبالتعاون مع الهيئة الملكية للأفلام، فطبعا هذه الكوكب الجميلة من الدعم ومن التنظيم أكيد خلقت روح حلوة بالمهرجان وخلقت يعني خلينا نقول أصداء جميلة زي ما حضرتك تفضلت سواء كانت على الأونلاين أو الأوفلاين. حلو. غادة، بعيدا عن أسبوع فيلم المرأة بنعرف دائما أنك متجددة بمشاريعك، فعنا دائما فضول نعرف شو جديد غادة سابا حبيبتي. هلأ الصراحة مركزة أكثر على كفر سابا اللي برجع بقول أنه كان الدعم دائما من رؤية فيها، والحمد لله أنه دائما يعني أنا بعد مزبوط أنا جزء من عائلة رؤية، ولكن كمان بتحبي دائما عائلتك أنها تدعمك ودائما رؤية طبعا. بتدعمني بكل مشاريع مشكورة. هلأ عم بشتغل على زواج القاصرات والزواج بالإكراه ومشكلة كتير كبيرة والله يا دانا لازم أحكي لك يعني طبعا. لأنه في ناس يعني بيحكوا معاكي على أساس أنه أنت زي كأنك تطرقين باب غير مفهوم وليش تفرقي يعني وليش يعني اصلا تفتح هذا الموضوع اكزاكتلي مع انه ما في شيء يعني هلا ربما احنا عندنا قوانين شوي مطاطية بالأمور وخاصة بين 15 و 18 ولكن يعني كله واضح، يعني الصح واضح والغلط واضح، وللأسف الشديد أنه في هناك لا أنه في تغييرات عم بتصير جذرية بالمنطقة حوالينا وهذه المتغيرات عم بتأثر في بعض الأمور سلبيا على وجود المرأة ببعض المجتمعات، بصير في كتير تبريرات للزواج القصري وللزواج المبكر، فطبعا احنا ما رح نستناها هي ظاهره صارت to be honest يعني I'm very sorry to say that. احنا ربما الزواج القصري وزواج كمان القاصرات ايضا هو 13% فقط، ولكن 13% نسبه مش سهله، نسبه مش سهله بشكل قصه معاناه طبعا. غادة، نحن في يوم المراه العالمي طرحنا سؤالنا التفاعلي كان عن المعوقات اللي ممكن تواجهها المراه في حياتها واللي بتحدها من تحقيق ذاتها، وكانت خياراتنا وقتها انه هي المرأة نفسها أو المجتمع أو المسؤوليات العائلية والاجتماعية. فمن حكم عملك مع المرأة والآن في المهرجان ومن حكم يعني رؤيتك على التجارب العربية مثلا، هل ممكن تحس أنه في معوق رئيسي تجتمع فيه النساء العربيات كمعوق يحد من وصول المرأة لتحقيق ذاتها كامرأة عربية؟ أعتقد أنه نفس المعيقات اللي بتحد المرأة العربية هي اللي بتحد المرأة بكل العالم، الخوف فقط. إذا بتخاف المرأة من مواجهة مشكلتها وتحكيها بصوت عالي أمام كل الناس وتخجل منها لأنه تعتقد أنه اللوم عليها، وكثير من المجتمعات حتى الأجنبية بتحط اللوم على المرأة قبل ما تحط اللوم على بعض ربما العادات والتقاليد الغير مفهومة، فأعتقد هو الخوف هو المعيق الأول. إذا المرأة بكون عندها الإيمان الكبير بنفسها، إذا المرأة ما بكون عندها خوف من مواجهة أي مشكلة بتعانيها أو عانتها أو ممكن أنها تكون موجودة بحياتها، إحنا بمكان كتير أحسن. نعم. إحنا يمكن خوف دائما النساء مرتبط بعدم الثقة بالقانون، وهون عم نحكي عن زواج القاصرات برضو عم نحكي قديه في يعني زي ما حكيت القانون مطاط، فهون دعوتنا بالفعل أنه دائما تكون أمور واضحة، لأنه عم نحكي عن الأم اللي هي المربية اللي هي الأخت اللي هي حاضنة المجتمع بشكل عام، فإحنا عم نحكي عن قضايا أساسية وجوهرية، فدائما بنشكر جهودك بهذا المجال، بنعرف قد ايه انت بتشتغلي على هالقضية بشغف. غادة شكرا لحضورك معنا. شكرا دانا، شكرا هيثم، ثانك يو، وصباح الخير للجميع مرة ثانية.